باقي من الزمن يومين، وهيكون في ضيافة مصر 35 دولة هيمثلوا بلادهم في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث 2023. بطولة مهمة جدا لأنها المسابقة العالمية الرسمية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 يا مصطفى. صحيح، علشان كده الاتحاد المصري للخماسي الحديث استعد بشكل جيد جدا لهذه البطولة، وأعلن عن جدول لهذه المنافسات، بالإضافة أيضا لجاهزية لاعيبة منتخب مصر علشان تشارك في هذا الحدث الرياضي الدولي الكبير. تفاصيل ومعلومات أكثر هنعرفها دلوقتي من الأستاذ شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، اللي هيكلمنا عن تفاصيل هذه البطولة اللي هتستضيفها مصر وهتشارك فيها أيضا. صباح الخير يا أستاذ شريف. صباح النور. أهلا بحضرتك. أهلا بك. إزاي مصر استعدت لكأس العالم للخماسي الحديث على مستوى تدريبات الفريق وأيضا على مستوى استقبال الفرق المشاركة؟ طبعا زي ما حضرتك قلت، في أكثر من 35 دولة مشاركة، وأهمية هذه البطولة السنة دي إنها من ضمن التأهيل لأولمبياد باريس 24. منتخبنا في معسكر مغلق دائم بقاله فترة طويلة دلوقتي، سواء مع الفريق الكبير الكبار سينيورز أو الجونيورز أو اليوث. إحنا بنستفيد بكون البطولة إن بيبقى من حقنا نلعب ب 12 لاعب 12 لاعبة، أما في كاسات أخرى في الدول الأخرى ما بنقدرش نلعب غير بأربعة وأربعة، يعني جميع الدول المشاركة ما عندنا الحد الأقصى ليها في المشاركة هي أربع أولاد وأربع. دي بطولة إن مش بس المنتخب الكبير بتاعنا، إنها بتبقى فرصة احتكاك قوية جدا لمنتخب الناشئين والشباب مع أبطال وأبطال الأولمبياد، فدي تديهم يعني ميزة خلاص لما يشارك في المرحلة الثانية بتاعته ان هو شارك اوريدي على مرحلة الكبار. استاذ شريف، احنا بنتكلم عن استضافة 35 دولة، فأكيد كان في استعدادات بتسبق هذه الضيافة، لو تكلمنا عن هذه الاستعدادات يا فندم. طبعا الاتحاد المصري للخماسي الحديث مش جديد عليه في مصر او منظم بطولات على اعلى مستوى. مصر زي ما انتم عارفين كانت الدولة الرائدة رقم واحد في العالم جميع الرياضات في وقت الكوفيد 19 وقبل اولمبياد طوكيو 2020، لما الدول كتير ما كانتش عارفه تنظم، مصر نظمت يمكن اكثر من 35 او 36 فعاليه كبرى على ارض مصر. الاتحاد المصري للخماسي الحديث متعود ان هو كل سنه بينظم بطولتين على الاقل على اعلى مستوى، كاس عالم كبار او ناشئين او كاس عالم، فاحنا على الكلام ده، حكامنا جاهزين، مستوعبنا جاهزين، المنظمين كلهم جاهزين، الامكانيات طبعا متوفره من الدوله بشكل كبير جدا، اللجنه الاولمبيه المصريه من الجزء الفني برضه مسانده الاتحاد بشكل كبير، يعني احنا نعتبر جاهزين بنسبه 100%. البطوله هتقام على ملاعب الجامعه الامريكيه بالقاهره، وهي افضل فاسيلتي في مصر وفي السنه الماضيه بافضل تنظيم للبطوله على مستوى الكبار. فبالتالي احنا مطمئنين تماما ان البطوله هتطلع على اعلى مستوى بشكل مشرف لمصر باذن الله. يا رب. بلغه الارقام، عدد اللعيبه الدوليين اللي هيشاركوا كام لاعب؟ عدد اللعيبه ايضا في مصر متوقع برضو، يعني جمهور مصاحب ليهم قد ايه؟ شخص؟ لا لا، من الاول علشان صوت حضرتك بس قطع من الاول يا فندم، معلش بعد اذنك. اللاعبين والمدربين هتبقى في حدود شخص. بطولات كأس العالم بيبقى فيها حد أقصى للمشاركة 108 لاعب و108 لاعبة، احنا ما وصلناش للحد الأقصى للمشاركة، وده نادرا ما بيحصل في كأس العالم. زي ما قلت لحضرتك حوالي 300 شخص هم المتواجدين في كأس العالم في مصر، وده العدد الطبيعي في كأسات العالم. الجماهير المصاحبة طبعا الخماسي الحديث مش لعبه شعبيه زي كره القدم او الباسكت او كده، فهتبقى اغلبهم هم اولياء امور واهالي اللاعبين واللاعبات والمهتمين بلعبه الخماسي في مصر. طيب لو هتكلم عن لعبتنا يا فندم، يعني ازاي استعدوا لهذه البطوله، وهل عندنا يعني خلينا نقول خطه توقعات احنا حاطينها لحصد ميداليات بعينها؟ احنا مصر من سنة 2017 في لعبة الخماسي الحديث مفيش بطولة عالم على اي مستوى كبار ناشئين شباب الا ما مصر بتقف على منصة التتويج على الاقل مرة واحدة، سواء في مسابقة الرجال او السيدات او الزوج المختلط، فده احنا متعودين عليه، ان شاء الله ده ما يتغيرش في سنة 23
ونواصل هذه الانجازات. مصر من اقوى 3-4 دول حاليا في العالم في لعبه الخماسي الحديث، وزي ما انتم شفتوا كان اخرهم اولمبياد طوكيو لما احرز بطلنا احمد اسامه الجندي الميداليه الفضيه، الذهبيه من نصيب انجلترا، والبرونزيه كان من نصيب كوريا. كل القارات مشاركه في بطوله كاس العالم، المنافسه طبعا قويه، انما احنا عندنا تحديدا 6 ولاد و4 بنات بيتنافسوا بقوه داخليا عندنا لحظ المكانين الموجودين للمشاركه في اولمبياد طوكيو على مستوى الرجال وعلى مستوى السيدات. انا هقول اسمائهم بسرعه، عندنا البطل احمد اسامه الجندي، عندنا اخوه الاصغر محمد الجندي، عندنا معتز وائل افضل لاعب للشباب في العالم السنه الماضيه، عندنا احمد اشرف، عندنا مهند طارق، وعندنا اسلام حامد. دول الست سينيورز زي ما بنقول اللي بيتنافسوا على البطوله. عندنا في البنات هايدي عادل، سلمى ايمن، اميره انديل، وملك خالد. المنافسه او الوصول للنهائيات محصور في الست ولاد دول والاربع بنات دول. اما باقي المشاركات لباقي اللاعبين زي ما قلنا فهي احتكاك قوي جدا هيفيدهم في مراحلهم السنيه المختلفه. طيب ازاي هتكون شكل التصفيات والمنافسات في هذه البطوله علشان نضمن تاهل لعيبه المنتخب المصري لاولمبياد باريس 2024؟ زي ما حضرتك قلت الخماسي طبعا لعبه يعني مكونه من 5 العاب، السلاح والسباحه والرمايه والجري والفروسيه. بيبدا بالتصفيات، تصفيات البنات ثم تصفيات الولاد، ثم بيعدي افضل 36 لاعب و36 لاعبه الى مرحله السيمي فاينل، بيقسموا الى مجموعتين 18 و18 بيلعبوا 5 العاب مره اخرى، ثم مرحله النهائي بيبقى 18 لاعب و18 لاعبه فقط يتنافسوا على المراكز من الاول لل 18. الوصول للاولمبياد بيعدي بمراحل كتير، منها مراحل كاس العالم اللي هي بتبدا من مصر، ثم عندنا نهائي كاس العالم، عندنا بطوله العالم للكبار، ثم عندنا كمان حصد النقاط في البطولات دي عشان الست الاوائل على الرانك العالمي بيؤهلوا تاهيل مباشر. في شهر 9 القادم مصر هتستضيف البطوله القاريه المؤهله، ولاول مره هذه البطوله القاريه المؤهله هتبقى مؤهله لقاره افريقيا واوشيانا، اوشيانا اللي هي قاره استراليا ونيوزيلندا وهكذا، الاول على اوشيانا وعلى افريقيا. استاذ شريف حضرتك معانا؟ مع حضرتك. طيب استاذ شريف خلينا برضو نعرف من حضرتك، هل في اهتمام او في خطه عشان نخلي شباب مصر وبنات مصر يعني عندهم معرفه اكتر عن لعبه الخماسي او رياضه الخماسي حديد؟ زي ما حضرتك تحدثت بتضم 5 رياضات، وخمس رياضات يعني الحقيقه مهمين جدا ومش سهلين ابدا، فهل في خطة محطوطة عشان نقدر نشجع الشباب أكتر والبنات أكتر إن هم يحترفوا هذه الرياضة أو إن هم يلعبوا هذه الرياضة؟ طبعًا في خطة طموحة عملها الاتحاد المصري للخماسي الحديث لنشر اللعبة في أماكن مصر ومحافظات مصر. عملنا بروتوكول مع شركة السادات التي تملك نوادي رياضية في جميع محافظات مصر لنشر اللعبة بطريقة الليزر، هي مجرد لعبتين كبدايه جري ورمايه ليزر، وكمان نشرها بنظام البياكل والتراكل اللي هو جري ورمايه او جري وسباحه، قصدي اسف، او جري وسباحه ورمايه، وده في مراحل الناشئين تحت 8 و10 و12 و14 وهكذا في جميع محافظات مصر متواجده. عملنا كادر كبير قوي للمدربين ودورات للمدربين على مستوى الاتحاد الدولي والاتحاد المصري عشان يبقى عندنا عدد كافي يقدر يدرب ويعمل لنا قاعده كويسه للخماسي الحديد. صحيح، وده كلام مهم جدا، الناس كلها عايزه تلعب كوره، لكن اللي عايز يلعب ويلاقي فرصه حقيقيه في رياضه ثانيه وهو في محافظه من المحافظات البعيده عن العاصمه، نصيحتك ليه يعمل ايه يا فندم؟ نصيحتي انه يتوجه الى احد مشاريع شركه السادات، هيلاقي الخماسي الحديث متواجد فيها، ويبدا فورا في مزاوله هذه الرياضه، واذا كان فعلا عنده الموهبه المدرب على طول هيوجهه الى اقرب نادي بيلعب في هذه المنطقه، او لو ما كانش فيه هيلعب باسم السادات نفسها. أيوة. ويقدر يشارك في النشاط المحلي عندنا، ولو وصل لمستوى كويس ان شاء الله يوصل لمنتخب مصر، وساعتها احنا هنتولاه في كل شيء من تدريب من تدريب من لايف كوتش من كل حاجه الحقيقه، نتولى المنتخبات المختلفه بالكامل
الى ان يصل الرصاص التنفيذي ان شاء الله. ان شاء الله. هايل. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وكل تمنياتنا طبعا لمنتخبنا الوطني ان شاء الله بالفوز، واكيد يعني زي ما مصر هي عودتنا متاكدين من انه هذه الفعاليه وهذه البطوله هتخرج في افضل شكل ممكن.